وزي ما اتفقنا هنعمل وصفات سحور جميلة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة الزبادي البيتي، سهلة جدا وكمان بتخلينا ان انا استغنى عن ان انا اجيب زبادي كتير، فبتوفر لي كتير جدا. طبعا هجيب كيلو اللبن، كيلو اللبن عليه علبتين لتلاتة من الزبادي البلدي. اهو هحط الكيلو كده، وهجيب العلبتين او الثلاث علب زبادي بتوعي كده، وايه وهقلبه كويس جدا جدا جدا. هنتقلب كويس جدا جدا جدا. شوفوا انتوا شايفين شكله عامل ازاي، بس الزبادي بيتخمر. هنسيبه في حته مكان يكون بارد، مش في التلاجة خالص، هنسيبه بره التلاجة بس في حتة باردة. اهو انا هقلبه كويس قوي عشان يبقى كريمي وحلو قوي. في ناس بتدخله في الخلاط، بس انا ما بدخلوش في الخلاط. انا هقلبه جامد 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 كويس قوي. ممكن كمان استخدم الايه المضرب الخفيف كده، بس عشان انا عايزاه كله يمسك في بعضه. وصفة دي سهلة جدا، وانا صغيرة مامتي دايما بتعملها، بتحب اهو كده، مامي دايما بتحب تعمل الزبادي البيتي عشان هي شايفة ان لبن مضمون وزبادي احنا جايبينه برضو طازة، بس يعمل لنا بقى كمية وطبعا يكون مضمون 100%، ان انا حاطة اللبن بقى بايدي اهو كده، وهسيبه اغطيه واسيبه في حته تكون بارده. يعني ايه اهو نحطه على السفره جنب التلاجه او كده ويتغطى ونسيبه اوفر نايت. ممكن اسيبه بالمنظر ده، وممكن تلاقوني اعبيه في بولات، ممكن نحطه في بولات اوكي، هنفضيه في بولات او اللي هو الطواجن الصغيره دي برضو بتبقى جميله جدا. اهو هو هتلاقوه تقل وبينفش، اهم حاجه زي ما قلت لكم عشان يبقى كريمي زي بتاع العلب. هنقلبه كويس جدا، هو مش محتاج اي حاجه خالص. اهو شايفين ازاي هيتحط كده، وبصوا هيطلع لنا زي دول كده. شايفين دول عاملين ازاي جمال جدا، بس دول انا قلبتهم فعشان كده تلاقوا شكلهم عامل كده، انما ده الجاهز المقلوب جاهز، او اللي انا حاطه على طول فيه. احط هتجيبوا صينيه وتغطوهم كده بس بحاجه خفيفه خالص علشان ما يقعش فيه حاجه او كده، وبعد كده تاني يوم الصبح نحطه في الثلاجه ويطلع كريمي وتحفه كده وزبادي حلو. يعني نطلع فاصل مع بعض، وبرده انا جايبه العسل عشان اللي يحب يحط عليه عسل. تعالوا كده برده اما ادلعكم، نحط على واحد كده فيهم برضو عسل. اهو نحط على واحد العسل والباقي طبعا زي ما احنا عايزين. نطلع فاصل مع بعض نجيب الوصفة التانية ونرجع لكم على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما اتفقنا عملنا مع بعض الزبادي البيتي الحلو جدا. هنعمل مع بعض طاجن الفول طعمه هيعجبكم جدا، وفي العزومات كل الناس هتتكلم عنه. هنعمل مع بعض، الاول اقول لكم المقادير. عندي الزعتر اوكي، هو بيبقى حلو جدا بالبهارات، وعندي هنا الكمون، زعتر كمون ملح فلفل، وفي عندي برضو البيض المسلوق والجبنة الموتزاريلا والليمون، وطبعا هنحط عليه زيت الزيتون، طبعا الفول البيتي زي ما عملناه بقى مع بعض قبل كده.
بيطلع حلو جدا جدا جدا، هيعجبكم مع الاهل والبهارات الميكس بتاعتنا. هنحط شوية ليمون، وطبعا ما نستغناش عن زيت الزيتون في الفول، بيدي طعم جميل جدا. نقلب. ده طاجن محترم لذيذ جدا ومختلف عن الطواجن اللي الناس بتعملها، وطعمه هيعجبكم وجربوه على ضمانتي. كل حد ذاقه بيشكر فيه جدا جدا جدا، وفي العزومات بالذات والسحور بقى ما يحلاش غير ايه باللمه، ورمضان اصلا عايز اللمه الحلوه. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا الحلو اهو، هنحط الفول فيه، ريحة الفول جميلة جدا لان هي فريش اهو كده. طبعا ايه، نحط دلوقتي كده على جنب، وهجيب البيض المسلوق، هنكون سلقين بيض اهو كده، وايه هنتفس البيض فيه. ده بيكون من الطواجن الجميلة جدا، طعم وحلو وهيعجبكم جدا وهتشكروني اهو كده. وهحط عليه الموتزاريلا من فوق، ويخش الفرن بقى يسيح. طاجن فول بالبيض والجبنة السايحة، حاجة معتبرة جميلة جدا وهيعجبكم قوي. يلا بينا ندخله بقى الفرن مع بعض. يلا بينا. كده عندنا الفول بعد ما طلع من اهو الفرن سخن وسايح، واول لما تحطوا الشوكه فيه يتقدم بقى مع العيش والمخلل والايه الحركات الحلوه اللي احنا دايما بنكون عاملينها على سفرتنا. اتمنى يكونوا وصفتين حلوين، اول واحده كانت الزبادي البيتي الفريش، وتاني وصفه معانا كانت البيض طاجن الفول بالبيض مع الجبنه السايحه على الوش. اتمنى يكونوا وصفتين حلوين. كل سنه وانتم طيبين، واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده من عمايل ايديا.